هي احلى فنجان قهوه. لا احلى ام بالعالم. ايه عادي عادي لشو لا تلفي وتدوري اللي لي لشو الحكي اللي حكاه اخوكي صح ولا غلط؟ لا غلط. واذا طلع صح وكمشك واقفه معه وعم تحكي برات الحاره؟ امي انا من يوم ما صارت المشكله لا شفته لصبري ولا شافني. بعدين انا مبارح رجعت مع ورده. اي اللي خلى اخوك يسكت عن اللي صار انك رجعتي مع ورده. هلا انا اللي بدي افهم مظهر ليش ما بحبهم لاهل حارته؟ شو هالحكي وليه؟ اخوك مظهر بيحب اهل حارته بس هن ما بيحبوه. بعدين ليش عم تسالي؟ شو ليش؟ ما بشوفه غير قاعد بالبيت لحاله، لا فرح بيحضر ولا ترح بيحضر، ما نو شاطر غير يشمت فيهم. إلا أنه ما في حدا من كل أهل الحارة مستوى من مستوانا، ما خرج الواحد يشاكلهم، يعني هنين مو مناح. هلا كل أهل الحارة مو مناح؟ لك افهمي يا بنت، في منهم مناح مثل غازي أفندي، مرته سعاد، إيه والله بينشربوا مع المي العكرة، بس غيرهم؟ لا 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 لا. لا أمي سعاد خانه منزعه وكتير شايفة حالة إنه جوزة رئيس الكراكون، وكنت حميدة منزعه وشايفة حالة إنه جوزة بيشتغل بالسرايا. أبي كل هاي العيلة ما في حدا منيح غير رفيقتي وردة. اسكتي اسكتي، أصلاً أنتي ما بتعرفي شو معنات الناس الأكابر. طيب والبقية؟ أخي مظهر شو مساوي لهم؟ لك فهمي يا بنت، كم مرة بدي أعيد لك يا مو أخوكي هن ما بيحبوه، هن كانوا السبب بمقتل أبوكي الله يرحمه. إيه وانتو الان تبتكن ضلكن مخبيين علي؟ يعني معقول انا صرت بهالعمر ولهلا ما بعرف ليش ابي انقتل ولا كيف؟ بعدين بعدين بتعرفي كل شيء، بس ليقون الاوان. المهم هلا تديري بالك انه ما يشوفك اخوك عم تحكي مع هداك اللي اسمه صبري برات الحاره، فهمتي؟ ما بدي ارجع عيد لك اياها مليون مره. حاضر. واخيرا فش قلبي، لك مفش قلبي على الاخر. بشر ودي ان شاء الله هالمره عملتوا له اللازم. لك عملنا اللازم، لك اكلوا قتل ليوم القتل. إيه ما ضل رجال بحاره القصب الا وصار تحت الصرامي، لك ما في رجال الا وعلمنا عليه. الله عيو ابو دي، لك حتى هذا ابو عامر اللي عمل الكبير تبعهم علمنا عليه. الله عيو يا ابي صياح. يا ابي صياح استاولته ضربتين بخنجري هزيته هز مسكته لحوش وقدبه وأبهر مني الواطي. يا واطي شفت عقيد قديش فاتتنا جيت رجال أبو الرجاء، كله كان خايف من السلاح الموجه عليه، ما حد استرجع يرفع راسه ويقاتي بأي حركة. معلوم دهلوش معلوم، يرضى يفوت الواحد فوت رجال العالم والناس يا عم بلا أتعداه من كبير لصغير حارة القصر، إشكال حدا منهم بيرفع راسه. لك الله خلينا العقيد، الله خلينا العقيد ولا يحرمنا منك يا حق يلي مبيض وشنا ورافع راسنا. قولوا آمين يا رجال. آمين آمين. الله حيك ابو ديب. يا رب عليك يا ابو عامر. تقولي لي على امتي ان شاء الله. يا رب عليك يا ابو عامر. يا رب عليك يا ابو عامر. ان شاء الله على امتي. تقولي على امتي. ولك الله يستر. لك ما في شيء. صرعتونا ما في شيء. هي حط لي اياها ابو جميل ها. هي ايدي قال لي من هون للمسا بتطلي. لا تعصب تقبرني لا تعصب. الله اكبر عليك. خلص هود لا تعصب. جرح براني. ايه 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 ايه. لا تعصب تقبرني. احكيلي كيف صار هيك وكيف قدروا عليكن؟ ما بنعرف اختي، فكرناها مثل المره الماضيه، فاتوا علينا مثل البرق وعلقت ضرب سكاكين، بس ما توقعنا انه في كم واحد معهم سلاح. سلاح؟ ايش فاتحين عليكن حرب ولادين الحرام؟ يروحوا يقاتلوا الفرنساويه بسلاح، مو يتشاطروا على اهل بلدهم. الله يشيل ايديهم يا حق. اي والله منيحه اللي انقضت على خير. هلا جرح براني قال لي ابو جميل ما في شيء. ليكي اللي تأذى حدا من الحارة؟ كتار، بس أنا الحق علي ما كنت أخذها جد، مفكرها مثل المرات الماضية. لا تحمل حالك المسؤولية، هذا الشيء مقدر ومكتوب والحمد لله أنه ما حدا مات منكم. إيه والله الحمد لله يا شهيرة الحمد لله. شو بدنا نحكي؟ الله لا يوفقهم، الله يشل إيديهم ولادين الحرام. وينها كاملة ماني شايفة؟ إجت أمها أخذتها مشوار. شو المشوار لوين؟ نازلين على السوق هن وام سعيد الداية بدهم يشتروا قماش. وانتي صدقتيها؟ وليش لحتى ما صدقها؟ وامتى قالت رح ترجعها؟ قال ما رح يطولوا.
لنشوف. ان شاء الله ما تطول. انصافي يا انصافي. ايه ابن عمي طمني، شو جرحه صياح؟ والله جرحه كبير كبير كثير، والدم بقى عم ينقصي. ولي على قامتي ولي على طولي. طيب شو عم تستنى؟ ما تروح تجيب له حكيم؟ رح روح شوف ابو جميل. فاضي فاضي ماله فاضي، رح اشوف حكيم من الحاره الثانيه. طب شو عم تستنى ابن عمي؟ يلا روح. يلا يلا. ها الهي يشفيك ويعافيك يا صياح يا ابني، ولا تضر حدا من شباب الحاره. امين يا رب امين. احترامي سيدي. اهلين سمير، قل لي خلصت الخناقه؟ ايه خلصت من زمان. وفي حدا تأذى؟ ايه والله يا سيدي، عم بيقولوا انه ثلاث ارباع رجال حاره القصب تأذوا. لا شو عم تحكي انت؟ ثلاث ارباع رجال حاره القصب تأذوا؟ ومن مين؟ من ابو صخر ورجاله؟ وكمان يا سيدي عم بيقولوا انه ابو صخر ورجاله كانوا كتار كتير ومعهم سلاح ليوم السلاح. لا تخنوها هذول يا ابو صخر ورجاله. اسمع لك، هي الشغله بدها حركه، بتقول لوفيق فورا يجهز لي دوريه مسلحه، وانا بختار الوقت المناسب لروح لعندهم. هلا مو وقتها. امرك سيدي. احترامي. ايه يا بي، انت شو بقى بشوف شو في ايدك؟ رجعني فاصل مكسوره. مكسوره؟ اهلين؟ اهلين عمي ابو صافي. مرحبا يا حكيم. اهلين؟ مين ابو صافي؟ فيك شيء؟ مو انا يا جميل، مو انا. مين لك؟ سياح يا حكيم. سياح؟ سياح؟ لك ايه كاني شفته اكل ضرب سكينه من ابو صخر، مو هيك؟ ايه مرا، هو جرحه كبير كثير كثير والدم ما عم يوقف منه. وينه هلا؟ عندي بالبيت، غسلت له الجرح ما مشي الحال. ولا يهمك ابو صافي ولا يهمك، انا مستعد لكل شيء. ابني صبري ناولني الشنطاي حط فيها كل الادويه. اي مناسب. يلا عجل يا ابي عجل عجل. هات حط لك منه ابي. حطها تفضل يا ابي. بدي بارك على الشباب. ايه ابي شرف ابو صافي. شرف ابو صافي. تفضل. ولا يهمك. تفضل. لا حول ولا قوه الا بالله.